بدنا 3 معالق كبيرة من الزبدة، وبدنا 3 معالق كبيرة كمان من الطحين، وكوب حليب، وعلبة أرضي شوكي، وكوب سبانخ مفروم، نص كوب بارميزان، و5 معالق كبيرة جبنة كريمية للدهن، ونص كوب جبنة تشيدر البرتقالية، ومعلقة صغيرة من بودرة الثوم، ومعلقة صغيرة بودرة البصل، وملح وفلفل أسود، وللتقديم خبز محمص أو شبسة تورتيلا. هلا نحن عم نعمل زي البشاميل، بنحط الزبده اول اوكي وبنحرق فيها، بنحرق نحمص بنحمص فيها الطحين. كل مره بقول نفس الكلمه، بنحرق فيها الطحين، هي لانها هي تحميص يعني. بنحط الطحين، طيب زي ما بنعمل البشاميل. نفس فكره البشاميل. نتركه يتحمر، بعدين بنزيد عليه الارتيشوك. هلا الارتيشوك متوفره طبعا في طازه، ما بتنفع، لازم تكون معلبات للاسف يعني. ليه؟ لازم تكون معلبات، لا لانها الطازه ما بتطرى، المعلبات طريه وجاهزه، طريه خالص، حتى هذيك لما تسلقيها قد ما تسلقيها ما بتصير زي هاي. صح مزبوط، عرفتي كيف؟ فلازم تكون معلبات. بنشتريها في شيء اسمه القلب، وفي شيء اسمه القاعده، بتيجي القاعده زي شكل الكاسه هيك بتنحشي، وفي القلب اللي بيجي قلب الارتيشوك. لا نحن بدنا القلب، نجيب القلب ايش تعملي فيه؟ نفرمه ناعم بهي الطريقه. تمام، وبنقلي مع الزبده. لسه ما بتحط الحليب زي البشاميل، لسه هلا بتشوفي كيف بنقلي عشان بدنا اياه ياخذ الطعم، طعم الزبده والطحين. بنقلي معهم، بعدين بنحط له الحليب تدريجي. هاي انا صبيه طلبتها مني صدقيني يمكن قبل يمكن 6 اشهر بدي اعملها، بس كان في دور كمان لانه الصبايا طالبين مني اشياء، فهي اليوم ان شاء الله تكون هي مبسوطه وعم تحضرنا. بنحرك هذا، بنضل نحرك لحد ما يصير شوي يجمد الخليط. هلا جبنا الكريم، بس بنقطعها بهي الطريقه، ممكن تقطعيها بسكينه بمعلقه، بس انا متعوده يعني بستسهل هيك. هلا الارتيشوك له اسم ثاني بسموه خرشوف. خرشوف هو الخرشوف الارتيشوك. اوكي. هلا بنتركها على النار عم بتذوب الجبنه. هلا نرجع نحكي، حطينا الزبده والطحين، حمصنا الطحين، بعدين زدنا الارتيشوك والخرشوف اللي مقطعين مفرومين وقليناهم مع بعض، بعدين زدنا الحليب، شايفه كيف صار الحليب ياخذ سمك، بعدين زدنا الجبنه الكريميه، كريم تشيز يعني. وهي مش جبنة الكاسات قابلة للدهن، هي الجبنة اللي بنستعملها للتشيز كيك. تمام، وبعدين بنحط الجبنة البارميزان، مش حابة تحطي بارميزان بتقدر تحطي أشقوان إذا هذا، وأنا بحط الجبنة الشيدر اللي بتعطي لون يعني. هذا اللون بتعطي لون وبتعطي المطة الحلوة. بس لما هلا بتبرد ما بتجمد؟ لا هي انت هاي بتتاكلش باردة، هاي لازم سخنة، بتتاكل سخنة. حتى لو ضل عندك من قبل بيوم حطيهم بصحن بدخل على الفرن وسخنيهم بالفرن وبالمايكروويف ممكن كمان. انا يعني بس مش ضد المايكروويف، بس اذا بتحبي يعني طبعا 100%. والله شكلها زاكي. ايمان بتحركيها بهاي الطريقة قبل ما تذوب كل الاجبان اللي جوا، بعدين بنضيف السبانخ. حطيتي ملح وفلفل بعد ولا بعد؟ هلا بدي اتبلها. بنضيف السبانخ، طبعا السبانخ انا بحطش كثير عشان بحب طعم الخرشوف، بس هذا برجع لكم يعني. بس انا زمشيته على المقادير، انا بعملها بالضبط زي ما حطيتها مقاديرها على التلفزيون. شايفه كيف صار لونها احلاها. هلا بدنا نتبلها. تمام، بودرة الثوم طبعا برضه بحطش ثوم طازه لانه بتقرش وبتعطي طعم كثير، بتعطي بس طعم بدون ارشيم. وبنحط بودرة البصل كمان، حتى البصل بودرة. انا بجيبه هيك قطع، عرفته زي المنشف، البصل الناشف. ايوه منشف. بنحط شوية ملح، شوية فلفل اسود. هذا كيف بلشت؟ خلص بلشت تستوي، فرقت بنحركها. هلا انا بجيب خبزه، طبعا بتقدر تحطيها بصحن، بس انا بحب هيك منظرها، بجيب خبزه. ام زيد من الاغوار الشماليه، شكرا يا ام زيد. ايش هالشيء الزاكي، بي كنافه شكلها، عملت لنا كنافه. بس اسمعي شكلها بتشهي، ولا مش كنافه، لا كنافه ممكن. كنافه شهي. ما شاء الله عليهم عن جد، كلهم شاطرين حقيقه. شايفه جبت خبزه كبيره وفتحتها وحطيت فيها جزء من هلا هي بتتقدم مع تشيبس او مع خبز، بس انا بدي اذا بدنا نزيد الجريمه
نكبر الجريمة. أذكى إشي إذا أنا بحمص بدي أدوق. دوقي طعمتها. لا دوقيها مع الشيبس أذكى. مع الشيبس. دوقيها مع الشيبس عشان ما تكون انت قولي لي هلا انا دب هلا انت ديبينج والله زاكي تغمسين حبيبتي عن جد طعمها زاكي صح وهنا بتعرفي طعم الاجبان مع البشاميل كثير معطي طعم زاكي هلا شوفي روان اذا بدنا نعمل شيء عن جد كثير 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 زاكي وبدنا نكبر شو اسمه اركان الجريمه هذا الخبز بندهنه زبده يعني نعمل خبز مدوم بندهنه زبده زبده مع ثوم وبنحط له شويه بنحط له شويه اوريجانو شويه زعتر وبنحمصه بالفرن وبعدين اعملي فيه يودل هاي جريمه بحق الدايت هاي جريمه بحق يعني الانسولين بس ايش جريمة. بس اسمعي ما مستحيل اعمل هاي العمل ما بتصدقي الطعم قديش بفرق يعني بس هاي فيها كيلو دغري ثاني يوم يعني بتتوزن بتلاقي فيه كل وحده بس وحده يعني ما هي الوحده مش العب رياضه ايش هيك ما بعرف بس مو انه كثير زاكي بطلع زاكي جربتيها ايمان يعني طبعا فمنحط بنحط على الخبز بنخلط مع بعض ثوم وزبده وجبنه بارميزان وندهنها وبعدين بنحط لها شويه زعتر بري ومش نخبزهم بالفرن وادعي لي بعدين زاكي المنظر هذا بتطلع بهي الطريقه حط لها شويه سبانخ على الوجه هيك